يا سلام يا اولاد، ست ندى زنانيري النهارده بقى جايه ومتالقه. اهلا اهلا مش اهلا، متالقه على طول، ميرسي يا شريف، دايما بترفع من روحي المعنويه. لا انا بقعد اتفرج واقرا الكومنتس اللي الناس بتكتبها لك. ايه على رايك؟ الاغلبيه طبعا حاجات ايجابيه جدا، في بعض الحاجات السلبيه اللي هم انا مش عارف هم ازاي بيبقوا شافوا الكلام كده. ببقى مش انتوا ازاي فهمتوا الكلام كده يا جماعه؟ يعني هي بتتكلم في حاجه وانتوا اتكلمتوا في حاجات تانيه خالص، فالتعليق بيبقى في غير محله. عارف افضل قوي انه هي تسالني وانا اوضح وجهه نظري لو هي ما فهمتهاش لا صح. ما هي بقى صداميه وعايزه تتخانق. هي طب بمناسبه صداميه، هي الناس بقت صداميه ليه؟ زياده عن اللزوم، زياده في الحياه وفي السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا بقوا صداميين لان هم بيطلعوا في الغالب خلقهم علينا لا مؤاخذه يعني، بس مش فاهم ليه اي حد عنده اي مشكله فيخش يشتم اي حد، فهو بيرتاح في الغالب لما بيعمل كده. بس ده مش صح، لان يعني مش عشان انت قاعد قدام الشاشه وبتكتب والطرف الاخر انت بتستبيح ان انت تشتمه او تتريق عليه او تتنمر او وات ايفر، عشان هو مش عارف يمسكك كده يعني، فاهمه؟ بس انا هو برد، جبن. لانه الاسبوع اللي فات حصل لي موقف كده. في الحقيقه رديت لانه حد قال لي كلام مش قال ظريف. لك ايه؟ واحده ولا واحده؟ اتنين، في واحده قالت لي بس استخدمت لفظ كده وقالت لي ان انا لبس كنت بعرض لبس لمصممه مصريه. ده عندك على الانستجرام؟ فقالت لي اللبس وحش قوي، بس استخدمت لفظ تاني يعني. ايه بقى فقلت اللفظ؟ لها مش ده هينفع تقوليه لا يعني؟ مش هينفع. فقالت لي، فرديت عليها قلت لها ده من ذوقك، اشكرك، ده من ذوق ردت؟ حضرتك. شالت الكومنت. اتحركت. هو كمان بيقول لي يعني راجل؟ او معرفش ليه، وراجل وبيعمل فولو، وانا كنت بشرح طقم انا لا في لابساه. اي راجل يعمل فولو؟ لا انا مش معترضه ان هو يعمل فولو، انا معترضه ان هو مش عامل فولو، هو مجرد ان هو دخل على الفيديو، غالبا طلع له الفيديو فشافه. كتب فانا ايه؟ بشرح الالوان نلبسها ازاي، بشرح انه البليزر مش دايما يبقى فورم، لو عندنا بليزر تعالوا نلبسه على بانتالون فلوري ونلبسه كاجوال. وبحب انا اتكلم مع الستات انه ساعات كتير يا شيب بقول فكره، بلاقي ناس تانية تقول لي على فكره اديتيني فكره اللي انت قلتيه، انا عندي حاجه في الدولاب فابتديت افكر ورحت عامله طقم جديد. فبيبقى حلو انه طول الوقت هم يسمعوا افكار. الواحد ساعات بيبقى محتاج ان حد يفكره بحاجه، يقول له حاجه، فايه ده يقول ايه ده، طب ما انا ممكن اعمل كده، فكره حلوه اقوم اجربها، بيبقى حلو. فقال لي انت بتكلمي كده ليه؟ عيش عيشة اهلك. انت فرديت شعرك دي عليه واحدة قلت له يا فندم انا في الحقيقة انا عايش عيشة اهلي وبكلم زي ما اهلي انت علموني بقى عيش اتكلم. عيشة اهلك وما تخشش تتحشر في وسط الناس اللي هما مش شبهك. الموضوع بسيط قوي، ناس مش شبهك هتخش يا اما تحترمهم وتتعلم منهم، لو انت ما اتعلمتش يا اما تسكت وعيش عيشة انت اهلك. الموضوع على فكرة بسيط جدا، بسيط جدا. ليه 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 بقينا بنجرح في بعض؟ ليه انت بقت ايش كده؟ عرفك استاذه ندى اهلها مين ولا متربيه فين ولا كانت في مدرسه عامله ازاي وفي كليه عامله ازاي ولا راحت درست في ايطاليا فين؟ انت ايش انت اللي تشعرفك. وبعدين انا اصل كلامي كان بسيط جدا، انا بقول انه الجاكيت الفورمال نلبسه على حاجه كاجوال ونبتدي نستعمله، ما نسيبوش في الدولاب لحد ما تجي لنا حاجه مناسبه فورمال. فبتكلم في حاجه اولا ما تخصوش خالص، وبعدين انا ما تطرقتش لاي مواضيع شخصيه، يعني انا بتكلم في تخصصي ما هو ده بقى واحد جدا. فاضي وايه مراته في الغالب سوري في اللفظ اديته على قفاه، فشاف اي ست كده عايز يقولها اي كلمه بايخه، فاهمه ازاي؟ طيب والستات، انا ملاحظه عامه ان التنمر شويه زاد زياده، على بعض بيتنمروا على بعض، بنجرح في بعض شويه زياده عن اللزوم. وبعدين انا عارف السبب، بنقول انا عارف اصلها السبب. هي مش شيك. طب وحضرتك شايفه نفسك انك شيك او من اللباقه او من الذوق او من الاخلاق او من التربيه انه انا كمان اتنمر على حد ليه؟ بص يا ندى انا هقول لك حاجه، الموضوع على فكره بسيط برضه. اللي دخلت قالت لك كده دي بنسبه كبيره هي نفسها تبقى زيك، بس المجتمع والاسره بتاعتها حاطينها في قالب معين مفروض عليها، فالقالب ده هي عايزه تتحرر منه مش عارفه، فشافت واحده عندها ثقه بنفسها
متحرره من القوالب الجامده اللي المجتمع حاططها فيها، فهتروح داخله كاتبه لك كلمه بايخه. ما انا بيحصل لي كده نفس القصه. ما دلوقتي القميص اللي لابسه ده هيطلع يقول لك ايه، انت كذا 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 كذا، هو هيموت يلبس قميص عشان يلبس قميص زيك. فالموضوع طب وفكره ان احنا ما نرضى، لا ما نرضى، وبعدين دقيقه واحده، الموضوع ما نرضى وابقى شايفه ان انا مبسوطه وكل واحد يبقى مبسوط بنفسه ومبسوط بشكله ومبسوط بالحياه اللي هو فيها وخلاص. لو انا مش راضيه، طب انا هقول لك حاجه يا شريف، بس خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه معلش، هو ده مش في مصر بس، انا عارفه. انا مثلا بخش، انا عامل فولو لبعض الصفحات الخاصه بناس عالميين عندهم بال 100 مليون فولور، يا نهار اسود. وبعدين بقى الميزه في الانستجرام ان انت ممكن يعمل لك ترانسليشن، ايوه، فبيبقوا مثلا كاتبين بالاسباني، فانت تعملي ايه تلاقيه بقى كلام بتقرا هو بيقول له بالصيني إيه؟ تلاقيه فترجميه انجلش، فكاتبين كلام، قلت بقول ايه ده، احنا جنبهم هادين قوي. لا احنا ما بقيناش كده يعني، لا ما بقاش عندنا الرقي اللي كان عندنا. انا بكلمش على بلاد تانية، انا عايشه في مصر وانا بكلم على المصريين وبكلم انه بس ما تجمعيش. لا انا بكلمش على الناس، ما فيش ولا حاجه في الدنيا بنجتمع عليها انه بالاجماع، ما باخدش ابدا بالاجماع. احنا عندنا البعض، بس انا بتكلم انه النسبه، انا شايف انا خضاني شويه انه النسبه عليت. زمان كنا اقل من كده بكتير، ان احنا بنعترض على بعض. ما كانش في سوشيال ميديا، حتى لما ابتدت السوشيال ميديا كنت شايفه انه برضو التعليقات او اختلاف وجهه نظر فيها شويه رقي في الكلام، لانها انتشرت جدا بقت مع الكل. ففي ناس المجتمع اللي هم فيه او البيئه اللي هم فيها هو مش قادر يستوعب ان في ناس غيره، فاي حد مختلف عنه في اي حاجه ده يبقى ضده، ده يتشتم. العالم كله مختلف عن بعضه يا شريف، مفيش حد شبه التاني. ما هو اللي انت بتتكلمي معاه ده ثقافته محدوده، انا بيصعبوا عليا اصلا، خلي بالك بأشفق عليهم. هو ثقافته مفيش، عمره ما قرا كتاب تقريبا، فهو ده على قده، فهو شايف اي حد مختلف معاه او اي حد بيقول كلام هو مش فاهمه اصلا، هو ده يبقى يتشتم. مش بقى يقعد يبقى نبيه كده ويتعلم ويقول انا مختلف، هو الراجل ده شكله كده، او الراجل ده بيلبس كده، او الست دي بتلبس كده، هي دي شخصيتها بالزبط. انا دي حاجه ما تلاقيش عليا. يا اما الست تقول فكره حلوه، ما اجرب اللون الازرق على اللون الاخضر ده، ما ممكن يطلع حلو. فنبتدي ناخد الامور اولا ببساطه شويه، ما بقيناش ناخد الامور ببساطه، عندنا عدم تقبل للاخر، النسبه زايده. هو ده اللي انا بقوله. انت عارفه ممكن دلوقتي ناس تقول لك ايه اهميه الفقره دي، هما ليه بيتكلموا في الحاجات دي، هو احنا في ايه ولا في ايه، بصوا الحاله الاقتصاديه ايه. واحنا على فكره، هو انت لو قعدت ركزت في الفقره دي، هي ليه علاقه بالحاله الاقتصاديه جدا، لان احنا بنشجع الناس ما تشتريش لبس. صح، احنا بنشجع الناس انها تستخدم اللبس اللي عندها في الدولاب من الاول. صح، بطرق مختلفه. ده رقم واحد على فكره، مش بس في مصر يا شريف، ده اتجاه عالمي ان احنا نرجع نعمل اعاده تدوير لكل حاجه عندنا. للملابس ده جزء منها، بس لازم نعمل اعاده تدوير لكل حاجه عندنا ونرجع نستخدمها بشكل كويس، وكمان عشان الحفاظ على البيئه. احنا دايما بنتكلم على الحفاظ على البيئه، من ضمن الحاجات اللي لازم نحافظ بيها على البيئه ان احنا الفاست فاشن بقى فيها مشكله كبيره. اولا من طريقه استخدامنا او تعاملنا مع العماله بتاعه الفاست فاشن، وخليني اقول يعني ايه فاست فاشن، يعني كل اللي هي براندات بتنتج بملايين القطع السريعه، ففي عماله بالسخره. ده مبدئيا. الحاجه الثانيه ان كل كميه المكن اللي بقى بيشتغل، كميه العوادم اللي بتطلع من الحاجات دي، ده كل ده بيعمل مشكله للبيئه وبيعمل تلوث. بنتجه شويه يعني زي السنه دي الكروشيه، احدى الحاجات اللي كنت بقراها انه رجوع الكروشيه، ان احنا عايزين نبتدي نرجع تاني للخامات اللي بتتصنع يدويا، ونرجع تاني للحرف اليدويه اللي كنا بنشتغل فيها كتير زمان فقدناها. وبالعكس هي حاجه حلوه جدا ان احنا نرجعها، وهي حاجه صاحبه البيئه، صديقة البيئة. صاحبة البيئة. الحقيقة وقتها عايز اقولها، في برضه بيقول لك ايه لازمة الفقرة، ايه لازمة البرنامج ده أصلا؟ يعني في ناس بيخش يقول هو أنت برنامج إيه التفاهة دي؟ إيه الغرض منه؟ أولا مش عاجبك ممكن تقلب المحطة. صح، بقى أسهل حاجة. ثانيا أنا مش برنامج سياسي ولا اقتصادي.
صح. انا مش بجيب خبير استراتيجي اقعد اقول له كلمني عن مش عارف ايه، انا مالي اصلا بالكلام ده، مش عايز. انا برنامج ترفيهي للاسره المصريه، للأسرة. الناس الساعه 4 الظهر مظبوط، انت ما فيش حاجه بنقدمها تنفعك، بس جدتك بتتفرج عليا، مامتك بتتفرج عليا، اختك الصغيره بتتفرج عليا، وبيستفيدوا، بيستفيدوا باكله، بيستفيدوا من استاذه نادر تقول لهم، الصغيرين بينبسطوا من فقره الاطفال. فانت بقى ده مش، انت مش شايف عندنا سعاد سليمان بتتكلم في التاريخ، جلادس حداد بتتكلم في مصر القديمه، انت بقى مش شايف ده، وشايف ان انت عايز طول النهار الناس تطلع تكلمك في سواد، وان الدنيا وحشه وان خلاص وكل حاجه غاليه وكل حاجه والله إيه إيه إيه. ده مش عندنا، مش حتى ما يليقش، لازم يبقى في ده وفي ده، ولازم يبقى في ده، ولازم نعيش اليوم بيومه كمان. لازم ننبسط ونعيش اليوم بيومه مهما كانت الصعوبات، في الاخر كله كويس ونقول الحمد لله وننبسط. الحمد لله. احكي لنا بقى النهارده يومنا عن ايه؟ يلا هنتفرج، نتحط الصور ونبتدي نتفرج كده. اوكي، الجينز. طيب الجينز ابتدى في من الستينات، وعمر ما الخامه دي طلعت ابدا من الران واي او من اي فاشن شو او طلعت من الموضه ابدا، بس هي كل سنه بيطوروا فيها وبترجع العجله تلف تاني. دلوقتي العجله رجعت انه نلبس جينز على جينز. موضوع سهل جدا، عندي بنطلون جينز وعندي قميص هلبسهم على بعض. هلبسهم نفس اللون عشان اعمل انه اكنه مونوكروماتيك لوك، يعني اللون يبقى من فوق لتحت نفس اللون، ده بيسحب الجسم. او هلبس درجتين على بعض، ممكن البس الفاتح من فوق والغامق من تحت. الجينز انا بكلم هنا على الازرق، بيتقبل اي لون معاه، فانا ممكن كل مرة البس معاه مرة ابيض مرة احمر، ممكن اغير في شكله. طبعا مش محتاجين ان احنا نقول انه لو انا عندي البنطلون الجينز بتاعي ضيق، انا لازم اغيره. أطلع. مش اغيره مش اغيره ان انا هستغنى عنه خالص، لا، انا هاخده واروح بيه عند الخياطه، وهفضل دايما اقول الفكره دي لانها فكره حلوه جدا جدا وعمليه وسهله ان هي تتنفذ. اي قماشه انا هختارها، طبعا ما عدا الشيفان او الحرير او حاجه كده، بس ممكن احط فيه فيسكوز، ادخل فيه قطن، اجيب جالون من محل المستلزمات الخياطه، بفتح الخياطه بتاعه الجنب وبركب شريط من القماش اللي انا عايزه احطه، اي لون اي نقشه، حتى لو اشتريت جينز وحطيت فيه خط، فانا كده وسعت البنطلون بتاعي. عشان اللبس الضيق الحمد لله ما بقاش موضه. خلاص، يا ريت ما ارجعش تاني البنطلون الضيق ده، مع اني بشوفه لسه كتير. وهتفضلي شايفاه ما تقلقيش. اللي بعده. الفستان الجينز. فستان الجينز عملي جدا جدا، بس نصيحه انه دايما لو هنشتريه او هنشتري القماش ونفصله، لانه اسهل حاجه زراير من قدام اعمله كول زي بتاعه القميص، والكم بتاعه زي ما انا عايزه، عايزاه طويل، عايزاه تروكار، ممكن اركب له اسوره، ممكن اشتغل شويه على الاسوره. الحزام منه فيه وكله زراير علشان اقدر استخدمه مره كفستان مقفول، ومره ممكن افتح الزراير من بعد الوسط والبس بنطلون واسيبه مفتوح، فيبقى عامل ان انا لبست بنطلون لون تاني من تحت. او ان انا عندي حاجه جينز وعندي فستان، ممكن اعمل الجيوب بتاعت مثلا الفستان بقطعه تانية، فابقى برضو غيرت في شكله. الجوبيت جينز رجعت تاني موضه جدا، الجوبيت جينز الماكسي، سواء الفتحة من قدام سواء من الجنب او من ورا. لو عندنا والفتحة من قدام او حصل ان احنا جبنا الجوب دي، ممكن جدا استخدم السبعة بتاعة الفتحة اني احط فيها قماشة تانية، هبقى قفلت الجوب واديت لها لون مختلف. اوكي، اللي بعده. الكروشيه عظيم. الكروشيه كان ستات مصر كلهم زمان بيعرفوا يعملوا كروشيه. انا عندي ستارتين في البيت كروشيه ما حصلوش. انا عندي حاجات كروشيه بحبها جدا، وعايزه اقول لك ان انا اتعرفت على ست من السوشيال ميديا، انا لازم اخليها تجيلك يا شريف، لانها بتعمل حاجات كروشيه بايدها. انا هروح الاسبوع الجاي اصور عندها، هنزل على الانستجرام وهوريك وهي بتشتغل ايه كروشيه، وانا بشجعها جدا جدا. هي بتعمل شنط، بتعمل فيست، بتعمل جيبات،
فانا قلت لها انا هستغلك وتعملي لي بقى حاجات انا كروشيه. امي عندها احلى فستان كروشيه شفته في حياتي، لونه ذهبي ذهبي. شفت انا عارفه ازاي؟ انا عارفه. هي امي اصحابها اصلا قوي. فالكروشيه خامه حلوه قوي قوي. ونقدر تاني نرجع، عايزه اقول لك حاجه، ساعات كتير بيبقى في ستات بره الفاشن، يعني هقول حاجه بره الفاشن خالص، في ستات كتير بتبقى ان هي موجوده في البيت ومش قادره تنزل ان هي تشتغل. انا اشجعهم جدا جدا ياخدوا كورس كروشي، وده موجود على فكره، وتبقى الكورسات دي على فكره سهله وما بتاخدش وقت كتير، يعني ممكن الكورس يبقى لمده شهر ولا حاجه بالكتير قوي، واونلاين وتتعلم وتعمل حاجات منه هي هتلبسها، منه ممكن تبتدي تبيع، لانه احنا ناقص عندنا الكروشيه جدا. هنا شايفين الكروشيه الملون، انه ممكن نعمل حاجات احنا كمان، الوردات الكروشيه ونركبها على حاجات بتاعتنا. اوكي طيب كده احنا شفنا جزء من الصور، خلينا نسمع اغنيه نسم علينا الهوا. يلا بعد كده فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم نكمل كلامنا مع ندى زنانيري. خليكم على سماعه مزيكا. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى اتني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى اتني على بلادي. يا هوا يا هوا ياللي طاير بالهوا، في منطورة طاقة وصورة خدني لعند دنيا. هوا يا هوا يا هوا ياللي طاير بالهوا، في منطورة طاقة وصورة خدني لعند دنيا. هوا بزعاني يا قلبي اكبر بها الغربي، ما تعرفني بلادي خدني 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 على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. اوبا رجعنا لكم مرة تانية مع ندى زنانيري، وعمالين ننم انا وهي عن الموضة وعن الناس اللي بتعمل كروشيه حلوة. بقول لها يلا ابعتيهم لي. طيب نكمل كلامنا مع ندى، وبس حطوا لنا على الفيسبوك والانستجرام اي حد عايز يتواصل مع ندى زنانيري، خشوا لها على الفيسبوك والانستجرام. بنتكلم عن ايه فكري الناس؟ بنتكلم على ايه السايحات الموضة لصيف 23. اوكي يلا نزلنا الصورة رقم 6 اللي عليها الدور لو سمحتوا. جينز المشكر تاني، بلاش طول الوقت نبقى بنلبس ساده وشايفين ان المشجر مش عارفين نلبسه. انت بتعدل بقى القميص المشجر عشان اللي هو انا لابس مشجر. المشجر حلو قوي وبيرفع، ما بيتخنش طول ما احنا بننقي الرسمه الصح بتاعتنا. طبعا هنا شايفين الثلاث بلوزات المشجره،
اي حد من الجسم الكمثرى، واغلب الشعب المصري السيدات من الجسم الكمثرى بنصحهم جدا انه يلبسوا مشجر والوان. شايفين الالوان قد ايه حلوه ان احنا نبقى لابسين الوان حلوه في الصيف. الجوب التول كمان مكمله معانا بقى لها سنتين يا فندم. حلوين قوي قوي، افتكرتك ما بتحبهمش. انا بحبهم جدا. لا لا حلوين. بحب الجوب التول قوي قوي قوي، بس التركه صغيره واحنا بننقيه. الجوب التول بتليق على كل الاجسام، بس تعالوا نشوف الفرق ما بين الجراي اللي على الشمال، ان كل المناديل بتاعتها او القصه بتاعتها بالطول، وعكس الثانيه اللي هي الباج اللي على اليمين فهي الفولونات بتاعتها بالعرض. فانا لو هرم مقلوب او انا مستطيل بس رفيع هختار الباج، لو انا جسم التفاحه او انا جسم الكمثرى هختار اللي زي الجراي عشان هي بتسحب الجسم. خامه خفيفه وطراوة كده، ابيض فابيض. السنه دي في وسط كل الالوان الابيض فابيض طاغي جدا جدا جدا، ان انا البس كل الطقم بتاعي ابيض فابيض. فكرة الأبيض فأبيض، أولا فريش حلو صيفي جدا، الناس هتشوفه إن هو مش عملي، إحنا كده ولا كده في الصيف أي قطعة بنلبسها أيا كان اللون هي لابسة ولازم نغسلها. فما نقولش إن الأبيض بيتوسخ، هو كل الألوان برضو بتتوسخ شوية. نصيحة بس مع الأبيض ما حطش معاه أسود. الأبيض ممكن سواء الجزمة أو الشنطة أو الحزام أختارها يا إما لون اروح لاخضر ازرق كده، يا اما اروح للون الباج او النود او الكامل، بلاش اخد الاسود مع الابيض. قطعه الفيست مهمه قوي 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 تكون عندنا في الدولاب، اللي هو الجيليه. كل واحده بتختار على حسب الجسم، هختار القصير اللي هو على الشمال خالص اللي هو الاسود ده لو انا هلبسه على جوب او بانتالون واسع واكون جسم مستطيل او اكون هرم مقلوب. الاسود اللي على اليمين خالص اللي هو الطويل لو انا جسم الكمثرى يستحسن ان انا البسه طويل شويه علشان يسحب الجسم. اوكي اللي بعدها. الاكسسوارات ورده. الورده بقى هنحطها في اي حته. الوردة على فكرة في على اليوتيوب ان ممكن قوي تكتبوا ازاي اعمل وردة في البيت، بتتعمل بطريقة سهلة جدا. هنا ممكن البس الوردة على الرقبة، ممكن اعمل الوردة بتاعتي واركب فيها دبوس وتبقى زي البروش، ممكن تبقى وردة اصغر شوية وممكن احطها بباندو في الشعر لانه موضة جدا كمان ان انا احط تيربان او باندو ابقى احطها في الشعر مع وردة صغيرة. بس الورد بكل الأشكال بتاعته موضة قوي وسهل ان انا اقدر اعمله. أوكي. في البيت وبيدي شكل شيك قوي. انا كده في صورة بس هنعيدها عشان في حاجة انت قلتيها عايزك تعيديها. اتفضل. هتقول الجيب الصورة اللي فيها الجيب. ايوه قولي دي لأني جسم ودي لأني جسم. الجيب الجراي اللي على الشمال بتنفع جسم شكل الكمثرى وجسم شكل التفاحة عشان بتسحب المنطقة النص اللي تحت من الجسم. الجيب اللي على اليمين علشان فيها خطوط بالعرض اللي هي الباج هتلبسها شكل الهرم المقلوب لأن هي بتملى شوية، أو لو أنا جسمي مستطيل بس يكون رفيع شوية بلاش أنه أكون مليانة. شرفتينا. مرسي. ونورتينا. مرسي. يا ست ندى زنانيري. مرسي. أهلا وسهلا بيكي. شكرا ندى زنانيري، اتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس الميعاد. شكرا ليكم، باي باي.